يا سلام يا سلام، شو رايك بالمقدمة؟ بس ما ارحب الساع، ارحب فيك في خليل جيمنج. اليوم اللعبة شوي يعني شفتها انا، وصراحة اخترشت. طبعا هاي المفروض تكون الجزء الاولي، بعدين تفتح الجزء الثاني، وانا ما لعبت الجزء الاولي. لا لكن لي مزاج، يعني لي مزاج. خلنا ندخل الكامبين، وخلنا انترودكشن تو ذا جيم. ما نبغى ادفنتشر، مغامره، تشالنج. خل ادفنتشر، خل ادفنتشر. تري ترايب. انزين، اللعبه هاي اسمها غير صحيح تماما، اسمها توتالي اكيرت باتل سيميليتر، معناه دقيق للغايه. نشوف الدقه اللي هم عليه. شو هذا كربر؟ هاي كلفني 70 لصوت اللعبه. ازعاج. ازعاج ازعاج ازعاج. اف يا الراحه النفسيه. انزين، الحين عندنا ستونر 160 على 160، فلوسنا 3000. بلعب ضد منو؟ ما اعرف. خلينا نحط كلابرز هني، نحط وراهم سبير ثروورز، ونحط وراهم ولا قدامهم ماموث. لا ماموث غالي 2200، يخرب بيته. 160 ستونر هني، واي شيء باقي عندنا نقدر نصرف شيء، ما نقدر نصرف شيء طبعا. فارمر الى اخره. عندنا 50، والله عندنا وايد ناس صدقون. المهم خلنا نبدا. زين، اي كيو موف. اوكي تحكم غريب، لكن دقيتهم دق يعني ما اعرف. وهاي الدق اللي هني، يا سلام. ما في مستوى. دقيناهم دق. اوكي يا سعلمني كيف العب اللعبه، بس احط ما يحتاج. تاب تو كونتينيو بليز. اوكي دقينا تاب عشان نكمل. بس الموضوع ما فيه غير منو مزارعين، وشو بعد؟ وشي ثاني. زين صبر، خلينا نجرب شيء ثاني. ميديفل ارشر سكوير هيلر نايت. بحطي اثنين نايتس هني، بحطي شوي ارشر وراهم، بحطي اثنين يعالجونهم. خلينا نجرب. انزين، وبنحطي هاي 1000. خلينا نحطي نايت زياده، ما اقدر احطي هناك، لازم هني. شو اوكي، ولا النايت كم؟ اوه النايت 650، يا ساتر. انزين خلينا نحطي هاي شكلهم مشروع ناجح. خلنا نشوف. اوه هيلرز قاعد يهيلونه النايت. شوفوا الخطة العسكرية هاي الهجومية لا ارادية، بحيث انه هنا في ناس. اوف مجرمين. اح بدقم. شوفوا ما يموت خلاص، ما يموت. خلنا اعيد لحظه ابى اشوف. خلنا اشيل هايل، سوري انا عدت هذا، بس صبر. ابى اجرب اذا احط 2 نايتس ولا 3 نايتس. خلنا اشيل الاثنين واحط هذا، واحط ارشرز حمايه يمين، ارشرز يسار، ونحط هايل الربع شوي قدام. ابى اجرب الاختلاف شو يسوي، لان في عندنا وايد جيوش. زين الارشر مالي مو قاعد يتحركهم ورا، انتم ملاحظين؟ الحين قاموا يطلقون. الله اني فجرتهم تفجير يا جماعة. اوكي يعني الاستراتيجية تسوي دور كبير ولا شيء كبير. والله ما يسوى عليه الارشرز، كان مكانهم غلط. خلينا ندق تاب تو كونتينيو دام فزنا في هالجيم. نبدأ الجيم اللي بعده. بيونا هاي مال الاغتيالات اظني. بس هذيل عندي 4000 الحين، وايد فلوس صار عندي. شو شيلد بارير؟ شيلد بارير هاي اللي هم انشنت القدامى. سنيك ارشر. زين خلينا نعطي سنيك ارشر شويه. 8 بنحطي هذا. شو هذا بكم؟ 1600. 900 باليستا اللي هي هاي. اوكي نقدر نحط شيلد بارير كم؟ خلاص اوكي هاي الكفايه.
خلنا نشوف ستارت الحرب. والله شوفوا هو واحد مهام متعلق بالبريستا هذا كيف يطلق منه؟ بريستا بس يطلق رمح واحد زين، مال الرماح اللي عندي دائما. ايوه اذبح ربعك، ايوه اذبح ربعك، هذا معناه لازم احط البريستا على يم يا جماعه الخير. ها متعلق هذا ولا شو ولا كيف يطلق هذا؟ وهاي الذبحوا التعبانين هايين. وين راح؟ زين خلنا نشوف الحرب. اوكي بس شوفوا تراهم تعبانين لها سبب، في نوعا ما نسبه فوز بالنسبه لي، لكن لو كان هذا الجنود شوي اذكى كنت انا خسرت وايد من زمان. فخلوني ارد احدد المواقع. شو سالفه اللعبه ها؟ شو ها انا وين بهجم على منو؟ انا وينهم هم يعني؟ ما تشوف الاعداء ولا كيف؟ انا هالصوب صح، وعندي 120. بس احارب هالاثنين. وات وين ندخل وراهم؟ والله ما اعرف يغلبهم ولا ضربة فرجان. هاي من وين يبين؟ هاي ديفيت. شكرا. اوكي الحين عرفت انتو وين. صبر هلا ترايبل سبير ثرور. لا بندق على طول، بنحطي لهم 120. 70. 70 نحطي لهم اثنين بارد. يلا خلنا نجرب، خلنا نشوف. مفروض يكون سهل المراحل يعني، مفروض يكون صعوبة يعني معقدين الموضوع وايد. برام يشردون. السالفة ما اعادة 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 ما اعرف شو السالفة، بس سوي عمركم ما شفتوا شيء. انزين بنحطي لنا شو الجندي المغوار اللي بيدمرهم هذا؟ والله هذا مسدسات شكله عجيب. بس انتهى الموضوع، مسدسين مع نفسك. والله شيل الناس. الله شو هالناس، يا الله العظيم ان عقد غريبه. زين خلنا نحط اللي هو، والله اختيار جدا صعب. هاي اي واحد كان؟ هاي هم نفسهم. هذي لهم، هذا معناه حظ نفوز صح؟ 50% شانس. وح 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 دقوني دق. ايه الغبالك عايز توي هذا يا حبيبي؟ يا حبيبي عيل وين المديبل بارد هذا يغني؟ هذا بيدكم. شوفوا عنده سيف، هم ما عندهم شيء. دق وينك ابو سيف من زمان؟ قياس يضرب الجدار اهبل. تبعها كفو. اوكي الحين امور كنت جاي اقول امور طيبه بالصبر. شو هذا كله؟ هاي كلهم اوكي 3000. هذا حلهم بسيط. شوفوا اللي نحتاجه حق 3000 شو؟ فايكنج براولر عليهم اي سي. والله يبانا خلينا نجرب الفايكنج. لحظه نحط وراهم ارشرز. زين بزيد بيرسيركر واحد قدام، اثنين لا اثنين بيكون وايد لاني ابغى اسير على المديفل وعك كاتبلت هني.
وارد على الفايكنج واحطي اي سي ارشر ثاني وخلنا نبدا. شوفوا اح ها نط عليهم برسيركرا نويس. شوفوا كيف الهجوم، شوفوا الهجوم تفجير يا سلام. دقهم دقهم خياسة يا المدانيهم، سووا لي أزمة آخر مرة. عم ناس مساكين ما عندهم سلاح، ليش قاعدين نذبح فيهم؟ سؤال نحن أنا كثر دمويين استوينا. أح ول إيه هذا ذبحني أنا وياهم، ذبح ربعي بعد. أوكي فزنا خلاص يعني محسوبة يعني خلاص. إنزين هاي المنو أنا ما عندهم سالفة، صبر خلنا 300 والله يستهبلون. خلنا نحط لهم سبير ثرور اثنين، نحط واحد يدق برد. ها يلا روحوا هاي وين سايرين؟ سؤال شو الفايدة منهم هاي اللي هنا متجمعين؟ يعني يستهبلون علي ولا كيف؟ أح بديت ريست، فما حد فيكم شاف شيء صح؟ يعني شو الفائدة حاطين هالأغبياء هنا؟ بيطيحون إلى ما لا نهاية نفس هذاك صديقنا اللي من ساعة. تعال أنا ليش حطيت سبيرت ثرور؟ ما باهم ينزلون. ها بروحهم قام يطيحون. بس أيوة 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 ذبحوه. ما بتذبحونا اليوم شو؟ اسمي قاعد يهرب وين؟ شوفوا والله مساطين، والله يا ربع مساطين كلهم اللي دار معلقين. مرمش لهم كان اذا اقدر بيكون حزن. ها وين شو يشرد سؤال؟ انا هبي اسوي لي ازمه الحين. اذا هذا ما ضربه الحين قاعد ينزل قاعد ينزل قاعد ينزل. انزل 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 علق هذا. شوف اح كان بيضربه والله. اوف واقف قدامك كيف كيف طوفه كيف طوفه؟ هنا سؤال. اوف ما تشوفون شو؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. والله اظني اذا يبنى ملي يضربون احسن. صبر لان هايل اظني يبالهم هايل. خلنا نبدا هايل بيروحون وراهم لين عندهم بيضربونهم، لان هذا بيتم معلق عندي لين يضربونهم صح. اللعبه انترستنج يبالي افهم كيف الميكانيكيه اللعبه تشتغل الصراحه. خلنا نشوف أبا رأيكم تحت الحين، اكتبوا في الكومنت شو رأيكم في اللعبة. أح أح ضرب ربيعة أهبل ضربون على واحد. سيروا له لا تطيحون بس سيروا له. الجيم هذا يا أخي يبغى لفة ميكانيكية اللي يشتغل فيها عشان نقدر نبدأ. انزين هاي شو شو جيشهم عندهم شيلد وسبير ثرورز وهي السوالف. فنزين هذا معناه عندي 5000. خلنا نروح انشنت ابا باليستا هني ابا باليستا هني اريد شيلدز هني والسنيك ارشرز اباهم هني. خلنا نشيل شوي من هاي اعطي شوي سنيك ارشر 100 260 120 140. ابغى اصرف الفلوس بالضبط يا اخي. زين خلنا نشيل هايل اصلا، انا ما ابغى هايل من البدايه اصلا، ابغى من هايل ما ابغى هالكثر. صبر اريد ارشر شوي زياده خلنا نجرب لحظه خلنا نجرب هايل، لان هايل اخر مره يوم حطيت الباليستا شوفوا 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 ميدان معركه شوفوا أح أح يا اللعبة تعلق. الباليستا شو سوى فيهم؟ حسب الموقف والموقع الجغرافي الديمقراطي
ايزي. نكست. لحظة الحين انا فهمت المبدع فكرة. ايوه وانا من الصبح احط تحت وترى يطيح. اوب عند خيره. واحد بس واحد ضد هذا كله. خلنا نسير فايكنج. خلك لهم يسيرون عليه. اوف في وايدين ما شفتهم. ابوك يا الخيانة وانا استهبلت. وين كانوا مخشين هايل؟ معقولة بدقهم؟ لحظة وين يضربون هناك وهني؟ والله لو ادري بسوي ترتيب ثاني. انا قاعد استهبل يزاي والله. هاي الفازو اللي هناك علي. صبر انا قاعد استهبل. ها والله استاهل. خلهم هم يتحركون قبلي. شوف بسوي الحركات الاستراتيجية. نايتس ارترية. مشكلة النايت وايد غالي. لحظة فخلنا نروح على مش النايت انشنت. نعق تي ونعق سنيك ارشر وراهم ونصير مديفل. نعق هيلر اثنين. واريد ابو الف اجيب لهم كانون. خلنا نجرب كانون بس عندي فلوس. لحظة اوكي الحين نقدر نبدأ. يا المدفع. ما منه فايدة المدفع هذا زي التبن والله. مشكلة الارشر ولا الرماح هاي الوايد يتأخرون ان يتحركون ترى. هاي المشكلة لانهم ما يتأخرون بيكون وايد احسن. فمثلا خلنا نمسح هذا ونحط مكانهم ناس مشكلتية عدل. زين اهل السيوف فايل احس بيكون بيرفكت ضدهم لانه بيكون عندنا قسم هني وقسم هني. ونبه نحط بدل هايل نحط وراهم ارشر زهني وارشر زهني. اوكي ونعطيها ارشرز شوية هني وارشر زهني وبحطي بعد الباقي هايل. وخلنا نبدأ. شوفوا المفروض يسوي فرق كبير لانهم كمية. فاذا واجههم بسلاح واحد بيغلبون عليه بيعيشون بينجون خلال الكمية هاي. فهني اللعبان. ايوه اظني بخسر لان اللي على اليمين خسر وايدين. والله مرحلة شوي مش سهلة يعني. لكن يبالها تكتكة ومعرفة الجيوش. اذا التكتكة صاحية لان هاي الحين جايين صح شالين جثث وياهم. والله الكلاب والعيال اللي مو ماتوا يعني. هاي اللي معلقين على واحد. شوفوا يلا تعالوا صوب الثاني. بس هالصوب ما في شيء. تعالوا صوب الثاني. تعالوا على هاي بيذبحون ربعكم. تعالوا الحقوا عليهم. ولا لا هزمتهم اوكي. قلت لكم مبدا الكميه ينفع دائما شيء خطير جدا. يا سلام اسمعهم. دقيناهم دق انزين. شوي استويت غبي انا ما العب. كبر فارمر وهذا انا بخبركم. نايت كل نايت له هيلر ما يستهبلون. 1500 خلنا نروح نبا شو دراجون خيبة. ما منه فايدة احس تعبان. هلا نجرب هاي اللحظة. فنانين بس بيخسرون. لحظة زين بس عجيبين صراحة. زين صبر خلنا نشوف اذا بحطي
لأن هاي اللي أحسهم أكثر شيء فعال حاليا، اللي هم مش الميديفل، اللي هم هاي الانشنت. صفة من هاي أحطي، لحظة، إذا أحطي بلستة هنا أحسه مشروع ناجح. خلنا نجرب، لأنه بيشلهم اللي في النص كلهم. شوفوا اللي إذا قرر يلف وما يشل اللي في النص كلهم، الوسخ وسخين وسخين قوي. زين، اللعبة قامت تستوي شوي صعبة الصراحة، خلنا أعترف أنا. خلنا نشوف، أبا شيء يمسك الخط اللي قدام، لأنهم لأن الأرجل وايد يأخذون وقت قبل لا شو يطلقون الطلقة الثانية، فمحتاج شيء يخرب صفوفهم. مشكلة أعطينا 1500 وهني التحدي. فخلنا نحط ستونر، لا ستونر ما منه فائدة ولا هذا. شو اللي ممكن شو ما منه فائدة أو ما أقدر أحطي فامباير؟ بالله عليك فامباير، خلنا نشوف هاي الفامباير شو يسوي لنا. ايش فطن خليه يولوني يا عمي. انزين يا عمي والله العظيم وانا متعب عمري بعد. هاي اللي معهم شيلد ونبا سبير ثرور، خلنا نشوف هاي نايس، لان سبير ثرور اظني اسرع يرمون، بس بعد يمكن نهزم ترى، مش معنى بفوز لانهم وايد اخطاوا الاهداف. بس خلنا نشوف احسن من المره الماضيه. اوكي الحين في امل، في امل، بس اللي هو لو ان اغير سبير ثرور محتاج اغير من بعيد قوي جدا. فمثلا لو احط بلسه قلنا مو منه فايده، جربنا هاي شو يرمي صح؟ لا ما يرمي، صبر. نبا ايس ارشر، نبا كمية اكبر، لانه خلنا نحط هذا، ابا شيء اسرع يعبي، يضربون بسرعة ورا هاي. هاي الاسرع نوعا ما، بس ما يذبحون هاي، لك الثانيين يذبحون بسرعة. زين صبر، خلنا نشوف الكانون بألف. زين وين صار؟ مش انشن فايكنج، كان في حد عنده كانون هنا مدفع، مدفع وين صار مدفع يا جماعة؟ كان قدامي توي حطيته من ساعة. هاشو هاشو اوف، هذا ترتيب خطير اذا حق بعدين، والله ممتاز شكله. دراجون حليل الدراجون، والله فنان. لحظة بستعمله. زين لا مش هذا، 1 2 3 4 5 حلو. وين الدراجون؟ يلا والله فنان، بس يبالي احطيه في الوسط. لحظة لحظة لحظة، خله بغض النظر فزت ولا لا، بس بحطيه في الوسط قدام هذيل عشان هاي اللي يرتاحون شوي. لحظة، مشكلة يوم يجي من بعيد بعدين يتضاربون صح؟ بس والله كشكل فنان ترى. هذا معناه اذا بحتاج انا نينجا مونك ساموراي. شو اخبار الساموراي؟ كان يمدينا احطي واحد قدامهم، بس خلنا نشوف ساموراي شو يسوي. ساموراي والله ساموراي وشاد الحيل فيك. وهذا يا جماعة الخير، هذا هو اللي هم بايرت. زين تعرفون شو بيسوي؟ اعطي من هايل، اعطي وراهم بوم ثور اثنين، بنحطي مش هاربون، لا بنحطي اثنين هايل. خلنا نشوف. واو، بس مشكلة يفجرون منو ربعي نقع عليهم.
لا لا لحظة لا، هذا لازم ما يكونون هني. بنحط البومب ثرور هني، بومب ثرور هني على اساس انه يرمي البومب اول شيء، اوكي؟ بعدين يموت برايه. وبعدين شو هذا هاربون كانون؟ خلنا نشوف اذا نحط وراهم اللي هم سبير ثرور هاي الكثر، شوف شو يستوي. انا الهدف بتخلص كميه منهم اول شيء، بعد ما اتخلص من كم ها 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 نشبوله نشب وح. ابى شيء يتخطى الدفاعات هاي الخايسه. اذا هم مثلا هذا ما منه فايده، معناه نقدر نسير البايرت، نحط كانون في الوسط ونسير هني، اثنين هني اثنين هني واحد هني ونحطه، لان الكانون احيد اذكر كان اسرع صح. او ممكن نحط شيء ثاني، لحظه 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 ما بيفوز. نقدر اني هني عند المديفل نحط نايت ونحط هيلر ونحط هايل وراهم ونحط واحد بسيف، بسيف قلت. بس هو الحين الهدف مال النايت انه يعيش. قلتوا لي شو؟ قلتوا لي بيعيش. ان شاء الله يعيش. بس الف ونبى من هاي الخمسة. والله ما يكسروا خاطر اللي يشتغلون في هالمهن، شوفوا يعني مسكين شو ذنبه كذي عايش؟ قولوا لي. يا جماعة الخير، قالوا الكثرة تغلب الشجاعة. ونبى شيء يعني يدمرهم. كنا حطي هاي نجرب كلهم بسيوف. لا اوكي، ممكن احط صفة بسيوف وراها سبير، بس خلنا نشوف لانه شوي خبصة هني. هاي حشروه في زاوية وفروه، مسكين مسكين كسر خاطري. بس تعرفون شو، خلنا نلغي هايل ونحط وراهم وين صار سبير ثرور 120. يلا مشكلة وايد يتأخرون في السفير، هاي المشكلة، لأن هاي اللي يطلقون طلقة ثانية الجيش مالي انتهى صح؟ فما يبقى لنا شيء كبير لأن خطأ. خلنا نجرب نسوي جيش هايل، شو بيسوي؟ هل كثرة تغلب الشجاعة صدق ولا ما تغلب الشجاعة؟ انتوا قولوا لي. ما تغلب والله، احترت. عندي مشكلة أظني لأن عندنا وايد أمور نختار منها، فأنا من كل احتار بصراحة. سكوير اوف، بس خلي الله قدرك. والله ما يسوى علي الالف درهم اللي خسرتهم عليك والله. يلا منك، والله انا غلطان. اعطي من هايل، شو هاربونها؟ خلنا نشوف. ايه بس أم حق ما منهم فايدة. خلنا نجرب الجيوش كلها وياكم ونجرب كل هاي. نحط كانون هاي. شو الجيوش اللي ما منها فايدة؟ كابتن شو أخباره؟ شو يا كابتن؟ روح يا كابتن دمرها. مع السلامة كابتن. زين والله العظيم، والله اني جاي بالعيد والكارثة والمطمة. زين شو هذا؟ بالون ارشر؟ شو هذا بقى؟ يستهبل؟ هاي المكس مالهم جميل، ان هذا اخر صفة هي الصعبة ترى. يعني انا في البداية لو اجيب لي بلست تيم مال بعيد صح؟ عندي 600 صح؟
واحطي شيل سايل انهم ما باهم يموتون. جربت الخطة انا متأكد بس الوضعية غير. اعرف حد بيقول انت جربتها بس الوضعية غير، بس ما فرقت كثير لان انا محتاج ناس تحشرهم في زاوية. فشو بسوي؟ صبر، اذا انا اقدر ادفهم للزاوية الثانية خمسة يا اخي. The king. شو The king؟ انا اشوف الملك. اح قشطهم والله، ما في حيلة. معقول يقدر عليهم الكينج بروحه؟ بحم لا تسوي المزول بهم. الله على الكينج. اوف مجرم والله، مجرم الملك، ملك مجرم يا جماعة الخير. المهم هاي كانت حلقتنا لليوم، تكون في حلقة خادمة إن شاء الله. قولوا إيش رأيكم في اللعبة، لكنها بتكون تفصيلية على القناة، أنتوا عارفين هالشيء. نتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.